إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السعال الديكي. السعال الديكي، إن مرض السعال الديكي يجعل عملية السعال صعبة جدا على الأطفال، حيث أنهم يستنفذون أنفسهم نتيجة السعال، ومن ثم يستنشقون شهقة مع صوت يشبه صياح الديك. تكون الإصابة بالسعال الديكي أشد خطورة عند الأطفال الرضع، قد تتطلب العلاج في المستشفى. أيضا المصطلح في اللقاح المسمى بي هو العلاج لهذا السعال، نوع من أنواع اللقاحات اسمه بي، عبارة عن لقاح ضد مرض السعال الديكي. أيضا لهذا المرض هو نوع من أنواع، يحتاج نوع من أنواع المضادات اسمه بروتيزيز، طبعا نوع من أنواع المضادات الحيوية، طبعا ليست مفيدة بشكل خاص في علاج السعال الديكي، لذلك يعتبر التطعيم مهم جدا وضروريا من أجل الوقاية منه. قد يحتاج البالغين إلى جرعة منشطة من هذا اللقاح أيضا، لا سيما إذا كانوا من يعني مقدمين خدمات رعاية الأطفال الصغار، لأنهم ممكن ينتقل لهم هذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.